عدي ندخل في مصر. طمنونا على مصر، الوضع الاقتصادي. أيوة في مصر. آه يا رب. أرى إن ما يحصل اليوم من اهتزاز اقتصادي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ما هو إلا أزمة عابرة لن تجعل الوضع المالي في مصر يهتز أو ينهار لا سمح الله، وأرى بوادر خطة اقتصادية مصرية تحمل كل الحلول والنجاح لتثبيت الوضع الاقتصادي وبشكل فاعل وعلى كل الأصعدة الصناعية أو الزراعية والمالية والسياحة، ومصر لن تجوع، فالاستثمارات العربية والدولية القادمة وبالمليارات ستجعل مصر تتعافى وتعود إلى الواجهة الاقتصادية أقوى من السابق، لأنني أرى أن ما يحصل في مصر اليوم هو أزمة اقتصادية مفتعلة بسبب مواقف مصر الوطنية وموقف قيادة الرئيس السيسي الحكيمة ضد الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني. لذلك أرى أن مصر ومعها الرئيس السيسي لن تتراجع ولن ينالوا من مصر واقتصادها وقيادتها وشعبها مهما كانت الضغوط أو أي ظروف. وأخيراً أقول إن الدولار الأمريكي لن يربح الحرب أمام الجنيه المصري، ودي رح خلي لك ياها هنا عشان تفتكرين. ممكن أقول فضلي. حاجة؟ نعم. الله أكبر، كل أعوذ برب الفرق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صح، صدق الله العظيم. بدنا بسمع. الله يفرح قلبك. خلي دي عندك عشان هتقولي بأحد الحلقات مدام ليلى قالت كده. الله أكبر. بإذن الله. تتوقعي إيه كمان؟ سيشهد. ده اقتصادياً. ده اقتصادياً، اللي أنا شايفة إنه يعني أنا مش قلقانة على مصر. الله يحميك يا مصر. الجيش المصري حيكون أقوى من السابق، وشايفة مساعدات قوية على فكرة، جدا أقوى من السابق جدا، وحيكون أقوى كمان. في إيه كمان؟ شوفي، نحن يعني الناس تعودت إن دي مصر ادخلوها أمنين، دي مصر، لو الدنيا كلها جاعت مصر ما بتجوع، لو الدنيا العالم كله جاع مصر ما بتجوع. هذا اللي أنا شايفته لمصر. وأنا سبحان الله ثلاث دول بالعالم اللي ممكن أنا أعيش فيهم مرتاحة. أول شيء أنا كمصرية وكباسبوري مصري عندي مصر، عندي لبنان فوق كل فقره وكل اللي هو فيه، وبلدي الثاني اللي أنا بعده أو الثالث السعودية، اللي ممكن أنا أعيش فيهم الثلاث دول دول. طيب سؤال يهم الناس جدا، شعب مصر ومن خارج مصر. نعم. هل الشعب المصري يتشجع ويروح ويعمل مشاريع؟ وأي نوع من المشاريع ممكن يدخل فيها؟ مثلا مشاريع الشراء، العقارات، البنى. أنا بشوف مصر بدها تعمل بالاستثمارات العقارية. الناس يلي بدها ولا حتعمر؟ حتعمر. نحن نقول بدها يعني حتعمر. أيوة، حيحصل فيها انفراجة في الاستثمار العقاري. في الاستثمار العقاري، ذهب، الفضة، الحديد، أي حاجة مدام بسمة نشتريها دلوقتي. يعني أنا بشوف من دول عربية ومن برا بيجوا بيستثمروا في مصر وبيشتروا في مصر، لأنه ده يتذكروا عندهم لون فيجن، يعني نعم، رؤية مستقبلية. صح، لأنه أنا بشوف بعد سنتين وثلاثة، يعني العقارات في مصر من 10 سنين قد ايه كانت ودلوقتي كم؟ عم تزيد. وافتكريني بعد سنتين. صحيح. سنتين مش أكثر لفوق. طبعاً بشجعهم يستثمروا بمصر ويشتروا عقارات في مصر ويشتروا ذهب، يشتروا فضة، يشتروا حديد. دي وتفرجي بعد سنتين ثلاثة وين حتصير العقارات في مصر.